أنا لقيته متضايق بسبب موت البنت، قلت أعرفه إن هي مراته عشان أستفيد من غضبه ده. تصرفت صح، برافو عليك. روح أنت. أوكي. بقولك. نعم. أنا عايزك تزودي عليه الضغط الكام ساعة اللي جايين دول. تمام، حاضر. تفضل. أوكي. حمزة كان يحب دايما يشرب معاك الشاي، وانا كنت بتخانق معاك واقولك يا عبد الرحمن ده صغير ما ينفعش يشرب شاي، تقولي سيبيه يا جميل سيبيه يشرب معايا الشاي. عارف يا عبد الرحمن كان يجري عليك من الباب كأنك كنت مسافر بالظبط، وما كانش يرضى ينام الا وانت في حضنه. خد لي حق ابني عبد الرحمن. اهدي بس. ما تقوليش اهدي، خدلي حق ابني. أنا ابني حقه مش هيروح حضر. دم ابني مش هيروح حضر يا عبد الرحمن. عجبتك الشقة؟ معلش أنا اخترتها محذوفة حبتين. علشان تبقى بعيدة عن العين وتقدر تاخد راحتك فيها. دلوقتي هتستريح وبعدين نبتدي التنفيذ. تمام. بس هنفذ ايه بالظبط؟ قلت له ولا لسه؟ لا لسه. طب تسمح لي اقول له انا؟ اتفضل. قلبي معاك يا استاذ عبد الرحمن. انا عارف ان انت عايز تنتقم من اللي قتل ابنك ومراتك، وانا هساعدك. مين ده؟ ده واحد من ناس كتير كانوا السبب في قتل ابنك ومراتك، وخلوا مراتك الست الغلبانة تقعد تبكي ليل ونهار على ابنها. عرفت مين دول؟ عبد الرحمن، أي حاجة محتاجها هتلاقيها في البيت هنا. المهم دلوقتي تستريح وبكرة نبتدي شوية تدريبات كده. تدريبات؟ آه، عايز اعمل لك شويه ريفرش كده. اوكي، تصبح على خير. الرجاله اللي انا قلت لك عليهم جاهزين؟ جاهزين، وانا مش هخليهم يتحركوا من قدام البيت. تمام. انت ابتديت تجهز خلاص. ايه ده؟ الملف ده فيه كل المعلومات اللي ممكن تحتاجها عن عادل الوايلي. عايزك تراقبه وتعرف كل تحركاته. لازم تبقى حاطط في دماغك ان اللي قتل ابنك مش لازم يعيش ثانيه بعد ما انت عرفت. انت متاكد يا وهيب ان عادل ليه علاقه فعلا بقتل ابني؟ ليه بس كده يا عبد الرحمن؟ حاسس بيك، عايز اساعدك، عايزك تاخد طارق بايديك. يا وهيب انا مش عارف اشكرك ازاي. انا حاسس بالنهار اللي بيك. تعالي يا نادر، عشان انا محضر لك مفاجاه. مفاجاه ايه؟ هتشوفي. اتفضلي. عبد الرحمن، احب اعرفك، منال. منال شخصية مخلصة جدا وهتشتغل معانا.
ازيك يا عبد الرحمن؟ اتشرفت. اهلا وسهلا. ها يا عبد الرحمن، منال ما بتفكركش بحاجه؟ في الحياة لا. ما كانش له لزوم جو الافلام اللي انت عملته ده. كان ممكن تقولي ان احنا رايحين نشوف عمر وخلاص. مبقاش عمر خلاص. يعني ايه؟ يعني اللي انت شفتيه ده اسمه عبد الرحمن. عمر فقد الذاكرة في الأردن، واحنا فهمناه انه اسمه عبد الرحمن مو انه واحد من رجالتنا. ايه رأيك؟ انت عارف يا دودو انا بحب المفاجآت. حبيت اختبره قبل العملية. عملية ايه؟ احنا مش قلنا بلاش الأسئلة الخطر دي تاني يا ندى؟ قلنا. بس خلينا في المهم. عملت ايه مع الكونسول اللي انت كنت بتقولي عليه؟ خلاص ظبطت كل حاجة وهنقابله قريب. برافو يا ندى. جود جاب. شاطرة انت يا ندى. طول عمري. عرفت تعمل ايه يا جلجل جميل؟ بس انا لو عملت كده وهيب بيه هيقتلني. لو ما عملتش كده انا كمان هقتلك يا جلجل. شوف انت دلوقتي بين ايدي، يعني ممكن اقتلك في اي وقت، لكن لو عملت اللي انا عاوزه هسيبك تمشي. ساعتها بقى عايز تهرب من رهيب براحتك. بس حتى تهرب منه ليه اساسا؟ انت عارف ايه اللي هيحصل له بعد كده صح؟ اتفقنا؟ السكوت علامتك. يلا خد نورك شيل البابيون ونزل دي كده شويه عشان ما تبانش. يلا. يلا معاك المايك اكشن. انا جلال فاضل؟ لا نعلي صوتنا، نعلي صوتنا جلجل. يلا تاني اكشن. انا جلال فاضل شغال مع وهيب بيه العزازي. وهيب بيه كان خلاني أبلغ عن القنبلة اللي حطيناها في المدرسة قبل ما تنفجر بساعتين. ولما سألته ليه؟ قال إنه جاب آخره من عدنان واللي معاه وإنه خلاص ناوي يدخل مرحلة جديدة. انكات! هي لجلجل. أداء مقنع أوي أوي. خلي بالكم منه كويس. عادل بيه، أنت مش قلت لي هتمشيني؟ حصل. وعادل الويلي لما يقول لك انه هيمشيك يبقى هيمشيك. بس انا ما انصحكش. ما انصحكش تروح لوهيب. انت عارف ممكن يعمل فيك ايه؟ خير يا متر؟ في حاجة مهمة؟ كنت بكلمك عشان أسألك لو عرفت حاجة يعني الناس اللي هيجيبهم الكونسول بتاعك. لا لسه. بعدين احنا قلنا بلاش مكالمات علشان احتمال تليفوناتنا تكون مترقبة. في حاجة جديدة؟ لا أنا
انا بس قلت اسالك، انا مستجدات الشغل يعني. ما احنا اتفقنا يا متر ان انا اللي هقول لكم بالطريقه اللي اتفقنا عليها ولا ايه؟ ما انا عارف، بس يعني ما فيهاش حاجه لما اتصل اسال. هو انت وراكي حاجه؟ ما تيجي نشرب كاسين. والله بجد كاسين؟ طب بقول لك ايه يا متر، ولا اقول لك، بقول لك ايه يا طارق، احنا العلاقه اللي بيننا علاقه شغل وبس، فياريت نخليها كده عشان ما نخسرش بعض، احنا لسه في بيننا بيزنس. ماشي؟